وينضم لنا الآن في هذا المكان مشاهدينا الكرام المهندس حسن محمد العبيدلي، مدير إدارة المشاريع في دائرة التخطيط والمساحة. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور، حياكم الله. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني يمكن الكثير من المشاهدين الآن متشوقين لمعرفة المزيد عن هذه الاستراحة، استراحة سد الرفيصة، وبداية فكرة هذه الاستراحة وما تابعها بعد ذلك. والله طبعا المشروع جدا جميل وضخم، وطبعا المشروع ترجمة لفكرة صاحب السمو الحاكم حفظ الله ورعاه. كانت في زيارة لسمو الحاكم في 2017 لموقع الاستراحة الحالي، فكان من منظور سمو الحاكم أن المنطقة تحتاج لاستراحة تكون على طريق خور فكان، وتبرز الجانب البيئي والجانب الجميل القديم للمنطقة هذه. فكان توجيه سمو الحاكم بعمل استراحة في الموقع هذا اللي نحن حاليا فيه. تمت عملية المباشرة فعلا في عملية التصميم وإرسال عقود على المقاولين. والجميل في المشروع كذلك أن يعني سرعة الإنجاز في المشروع، يعني ما استغرق المشروع أكثر من 6 أشهر من تاريخ مباشرة العمل في المشروع، وهي مدة قياسية بالنظر لجميع العوامل المحيطة في المشروع وغيره. نعم. جميل. طيب كلمنا عن تفاصيل المشروع. المشروع عبارة عن، أولا ممكن نقسمه لقسمين. القسم الأول هو عبارة عن المباني اللي موجودة واللي تخدم المارين في المنطقة. عندنا طبعا المباني تنقسم إلى، أولا عندنا المسجد ويتسع ل 120 مصلي للرجال و20 للنساء. عندنا المبنى الخاص بالمطاعم والكافتيريا اللي موجودة، وكذلك المحلات التجارية المحيطة بالموقع الاستراحة. القسم الثاني اللي هو عناصر تنسيق الموقع، اللي نحن اللي هي خاصه بعنصر الشلال اللي موجود او نبع الماء اللي موجود حاليا، الممرات اللي قاعدين نشوفها، البحيره اللي موجوده اللي كان توجيه سمو الحاكم استغلالها، وان تكون كقوارب تكون للمرتادين الموقع هذا نفسه. تم تخصيص مناطق للاطفال. عندنا ممشى بطول تقريبا كيلومتر من الاستراحه لغايه اسفل الحصن الموجود في الطرف الثاني من السد. فكلها عناصر بإذن الله تكون هي مساعدة وتخدم المشروع. جميل. طيب بالنسبة للمرتفعات، يعني هناك أكثر من ممر في ارتفاعات ونزول وكذا، تصميم هذا هو هذا التحدي اللي كان في المشروع. يعني كان عندك أنت ارتفاع الموقع اللي طلبه سمو الحاكم بالنسبة لمستوى البحيرة اللي موجودة، فكان ولازم كنا نراعي في موضوع التصميم احتياجات الناس. عندنا أصحاب الهمم، أسر وعوائل موجودين، المحافظة على جمالية المكان. يعني كنا حتى العناصر اللي استخدمناها في التصميم ممكن تلاحظون الأحجار والكتل الصخرية الموجودة الكبيرة، هاي تحافظ على البيئة اللي موجودة بحيث ما ندخل عناصر دخيلة على الموقع. نجيب نحاول نحيي المنطقة مثل ما كانت موجودة في السابق. فهذا كان الفكرة كاملة، هي عبارة عن إيجاد استراحة عصرية لكن ذات طابع تراثي موجود. نعم هذا الواضح طبعا. نعم. بالنسبة لمواقف السيارات مهندس حسن، اعتبار ان المرتادين اكيد بنتوقع، يعني خصوصا مع بداية فتح الشارع الطريق، بيكون في عدد كبير للزوار. والله في البداية يعني في الفترة الاولى من المشروع او المرحلة الاولى راح تكون تستوعب 45 سيارة. ان شاء الله نطمح نحن نزيد عدد السيارات في المرحلة الجاية ان شاء الله، ولكن العدد ان شاء الله بيكون كافي وفي مجال لزياده العدد في الفتره القادمه. نعم. بالنسبه للتوسعات بشكل عام لل التوسعات المشروع قابل للتوسع، ولكن ان شاء الله يعني كل شيء في وقته ان شاء الله بيكون باذن الله تعالى. نعم. طيب ماذا عن السد نفسه؟ لان التقيت مع احد اهالي المنطقه قبل شوي وقال ان لما تكثر الامطار تزداد كميه المياه، وبالتالي من الجهه الثانيه ينزل الماء باتجاه مدينه خور فكان. صحيح. ويتجه الى البحر. هي كانت الإحصائيات يعني على حسب اللي موجود عندنا، أن في أعلى منسوب للسد كان في سنة 96 تقريبا، فارتفاع كان حتى فاضت الأمطار أو المياه من الجانب الثاني من السد. السد حاليا طاقته الاستيعابية إذا أخذناها بالتدرج يعني عندنا أقصى عمق موجود 20 متر. نعم. نعم. والطاقة الاستيعابية تقريبا 822 متر مكعب، 822 ألف متر مكعب، وهي حجم كبير. وإن شاء الله نأمل إن شاء الله الطاقة الاستيعابية تزيد
في الفترات الجايه ان شاء الله على مواصل الامطار طبعا اعتمادها الاكبر باذن الله تعالى. طيب من الذي سيشرف على هذه الاستراحه في القادم؟ والله الجهه المعنيه اعتقد ان شاء الله هي حكومه الشارجه، يعني الجهه حاليا اعتقد دائره الاشغال او الجهات المعنيه في الشارجه هي اللي بتقوم بالاشراف او استكمال المشروع. مريم. ايضا اعتقد زميلي علي ان تم اطلاق الغزلان في هذه المنطقه، يعني بالخلف في خلفنا ايضا تم اطلاق الغزلان كمحميه جميله في هذا المكان، يضيف جمال. يمكن هذا ليس في الاختصاص ولكن نتكلم في هذا المجال ليضيف جمال لهذه المحميه. اكيد نعم. فايضا وجود الحيوانات اللي مختصه في هذه المنطقه تعطي جمال لهذه الاستراحه، ايضا الطابع الجمالي في المبنى اللي تم مراعاته بحيث ياخذ الطابع الجميل لاماره الشارق. طبعا اماره الشارقه متميزه بهذا الطابع المعماري المميز الاسلامي، فايضا تمت المحافظه على هذا الطابع في هذه الاستراحه بوجود مثل هذه الصخور المميزه اللي تم وضعها في تصميم او تم مراعاتها في تصميم بناء هذه الاستراحه. صحيح. الجانب البيئي طبعا سمو الحاكم كان له نظره في موضوع بيئه المكان واطلاق المحميه الطبيعيه اللي موجوده، تم اطلاق الغزلان ونقدر نشوفهم في الطرف الثاني من الوادي اللي موجود بعد الطرف الثاني من البحيره، في فكره لزياده المحميه الطبيعيه اللي موجوده بحيث انها تستوعب اعداد اكبر من الحيوانات تكون ذات قريبه من بيئه المكان اللي نحن حاليا فيه. نعم. بالنسبه للتسجير مهندس حسن، جميل في الحقيقه يعني في الوقت الحاضر مع البدايه والسرعه هذه. صحيح. الى الان ما شاء الله يعني هناك تنسيق جميل. ماذا عن كذلك زياده التسجير في الاستراحه؟ والله تم تمديد حتى لو تلاحظون في شبكه ري موجوده على الجانب الجبلي. نعم. من المشروع. فان شاء الله نتوقع خلال الفتره الجايه يزيد الجانب التسجير. كان جانب التسجير له عنايه خاصه من سمو الحاكم الله يحفظه. نعم. حتى بالنسبه للمدينه بداخل مدينه. نعم. خرفكان تم تسجير الكثير من الاماكن سواء. صحيح. مدخل خرفكان وايضا المدخل الى مدينه اللؤلؤيه او زباره ايضا تم تسجير هذا المكان، هذه اضافه جميله. ايضا بوجود المشاريع التنمويه امام مدخل خرفكان زميلي علي، البحيرات الجميله. صحيح. اللي راح تنشا، يعني نظره صاحب السمو بحيث انه يكسر هذا المنظر الحاد لمدينه خرفكان بحيث يضع هذه الالوان الجميله سواء من بحيرات زرقه مياه او ايضا تشجير للجبال الموجوده امام الصرح التعليمي او الاكاديمي الجميل جامعه الشارقه. ايضا هذه المشاريع التنمويه سواء من هذا الشارع او هذه البحيرات الجميله او ايضا المشاريع الاخرى تضفي جماليه لهذه المدينه، وليس فقط الاهتمام بالاماره وانما ايضا المدن تعطى اهتمام من هذه. نعم. الناحيه. نعم. نعم. لكن بالنسبه للجبال يعني طريقه مثل الجبل اللي في الجهه الاخرى. نعم. مساله زراعه صعبه يعني. هي صعبة يعني جبل قاسي وارتفاع وكيف تأتي بالماء من الأسفل إلى الأعلى، يعني مش العكس. صحيح. هي طبعا الإخوان في بلدية خرفكان كانوا جدا متعاونين في الموضوع، وكل الجهات نشكر جميع الجهات الحكومية اللي ساهمت معنا طبعا في نجاح المشروع هذا وافتتاحه. عملية ري الجبال هذه وتمديد وزراعة تمديد شبكات الري والأشجار هذه كانت عملية سريعة جدا لو بتلاحظونها، وكذلك يعني ان شاء الله بتكون في الفتره الجايه راح تكون التسجيل راح يكون عنصر بارز ان شاء الله في الجبال الموجوده باذن الله تعالى. هل الخطه موجوده مهندس حسن؟ هي يعني. نعم. لزياده المنطقه. نعم. الخطه يعني تقريبا المنطقه المزروعه حاليا اللي هي المقابله تماما للاستراحه. صحيح. في مجال ان تمدد في مجال يعني؟ عندنا بعد اخوي علي عندنا الممشى اللي موجود. نعم. اللي بينطلق موجود على الجانب من بعد السد اللي موجود إلى غاية الحصن اللي يقع خلف اللي هو حصن وادي شي، في عملية تدرج إن شاء الله راح تكون للعنصر التشجير، راح نراعي في بيئة المكان وراح تكون يكون ممشى مناسب للهواة اللي التسلق الجبلي والمشي في المكان هذا في نفس المنطقة. هي نعم في نفس المنطقة. جميل ما شاء الله. جميل. نعم. طيب هو المشروع يعني قابل مهندس حسن لأن يكبر بإذن الله تعالى؟ والله بإذن الله نحن يعني المشروع نواة فكرة صاحب السمو وبإذن الله يكون فيه توجه إن شاء الله يعني للتوسعة بإذن الله. أيضا تم إضافة يعني ألعاب للأطفال، تم مراعاة أيضا. صحيح. الفئات العمرية في هذا المشروع، أيضا الأطفال تم وضع لهم بعض الألعاب حتى يكون مثلا مرتادي الاستراحة مرتاحين من جميع النواحي، الأهالي يمكن لهم الاستراحة وأيضا الأطفال يرتادون مثل هذه الألعاب الجميلة حقيقة موضوعة في أماكن معينة بألوان جميلة، أيضا هذه الإضافة في هذه الاستراحة تضفي يمكن أريحية أكثر لمرتاديها. هي أكيد يعني تمت التصميم راعي أن يكون في ثلاث مناطق للألعاب، راعينا تكون فيها عناصر الأمن والسلامة. نعم. للأطفال
الأهالي طبعاً يكونوا مرتاحين لما يكون أطفالهم يلعبون في مكان آمن ومسيف. عندنا كذلك البحيرة اللي موجودة فيها بعد القوارب اللي راح تكون موجودة للعائلات وللأطفال واللي يحبون يستمتعون بالبحيرة الموجودة، أيضاً هاي عنصر ترفيهي للعائلات. نعم. طيب في حال مثلاً زيادة الأمطار مهندس حسن، أكيدنا منسوب المياه سيرتفع إلى الأعلى، هل تم أخذ في الاعتبار أكيد. هذه النقطة أكيد. ما تشكل خطورة مثلا ارتفاع زيادة لا مثلاً؟ ما بتشكل إن شاء الله، بالعكس نحن أخذنا التصميم راعى أعلى منسوب ممكن يوصل له توصله مياه السد أو مياه البحيرة، وبالتالي راح تضيف إن شاء الله للمشروع إذا ارتفعت المياه، ما راح تكون أثر إن شاء الله. وأنتم مثل ما تلاحظون التدرج اللي موجود أعلى قمة اللي موجود للاستراحة مقابل النقطة السفلى اللي هي موجودة في البحيرة، تم مراعاتها في التصميم وإن شاء الله تكون عنصر جمالي إن شاء الله للمشروع بإذن الله تعالى. طيب نلاحظ بعض الآليات ما زالت موجودة في الموقع على امتداد الموقع، صحيح يعني أعتقد هذه للتأمين الطريق يمكن على أساس عدم تساقط الحجارة وغيرها، هذه ستستمر إلى متى إن شاء الله؟ والله عملية امتداد الطريق هذه يعني طبعا يعني نتكلم عن طريق خور فكان راح يفتتح، لأن 9 سنوات المشروع الآن صار من بدايته، طبعا مبلغ أكثر أعتقد من 5 مليارات درهم. الموضوع الآليات اللي موجودة، يمكن الشغل اللي صار في آخر سنتين شغل قياسي جدا، عملية الأنفاق اللي كانت موجودة افتتاحها، الجسر اللي صار أو مجموعة الجسور راح تكون مستقبلية مستقبلا إن شاء الله، افتتاح الشارع اللي هي من جهة الطي اللي هي منطقة وشاح، افتتاح الاستراحة في غضون 6 أشهر، كلها عوامل الحمد لله يعني زيد للنجاح اللي موجود في المنطقة. بالنسبة للخدمات أيضا الموجودة في هذه الاستراحة مهندس، هل راح تكون مثلا شغالة خلال 24 ساعة أم أنها بأوقات معينة؟ طبعا هذه أيضا تختص لجهات أيضا معينة راح تشرف على هذا الشيء، لكن هل هناك نظرة معينة حتى تخدم هذه الاستراحة مرتاديها خلال ممكن وقت أطول؟ والله حاليا الفترة الموجودة لين غاية 10 مساء راح تكون الاستراحة موجودة، ان شاء الله بعد يمكن يعاد النظر على مدى اقبال الناس على المكان ومدى توفر العناصر اللي هي بتكون جاذبه لاطول الفتره ممكنه، ممكن الجهات اللي بعدين بيستلمون الموقع راح يفيدونا في الموضوع هذا. طيب نحن نشاهد على الشاشه الان الطريق، حتى الصوره كانت قبل، الطريق هذا طويل، يعني هل ستكون هناك خدمات غير الموجودة حاليا أو زيادة؟ لأن الآن يعني هذه الاستراحة فقط، صحيح. ماذا عن الخدمات الأخرى كمحطات الوقود، المساجد، المحلات التجارية مثلا؟ لأن المنطقة يعني هذا الطريق سيحول هذه المنطقة التي كانت وعرة، صحيح، إلى منطقة تجارية وتنموية مهندس، صحيح، حسن. شارع مثل شارع خور فكان أكيد راح يكون مرافد مهم جدا للجانب السياحي والاقتصادي، ويكون مهم جدا لأهالي المنطقة. الاستراحة مثل ما ذكرت في البداية هي نواة لعدد من المشاريع اللي تكون على امتداد الشارع وصولا للشارجة، فما راح إن شاء الله راح توقف عملية الاستراحات أو الخدمات على الاستراحة هذه، راح تكون إن شاء الله مجموعة من محطات البترول، راح تكون أمور إن شاء الله راح يعلن عنها في حينه، ولكن إن شاء الله ننظر أن المشروع ينتهي إن شاء الله على خير في نهاية 2019، والكل إن شاء الله راح يكون سعيد فيه بإذن الله تعالى.